عواشركم مبروكة، تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتو. جيت اليوم نقول لكم رسالة بالنسبة لدوك الناس اللي كياكلوا بزاف اللحم. كاين واحد النوع كياكلوا المصارن، الراس، العينين، الكرعين، الطيحان. بغيت غير نقول لهم واحد القضية، خويا اختي عافاك، هادي ها ما كتكالش في الحولي. عرفتي علاش؟ حيت كيديروا بيها بوجنو. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيفاش بدأت، البرنامج الأسبوعي اللي كتشوفوه حصريا على قناة المكتشف. اليوم غنهضروا لكم الحلقة الثانية من هذا البرنامج، العنوان ديالها هو بوجلود. يمكن الناس ديال ميدالت ما عارفينش هذه الثقافة، ولكن الناس ديال المدن الكبار، خصوصا الناس ديال أكادير، الناس ديال الصويرة الشمال، عارفيني علاش كنهضر. بوجلود هي فرصة للناس ديال ميدالت باش غادي يعرفوا هذا الموروث الثقافي. ولكن قبل ما نبداو في الحلقة ديال بوجلود، اصلا شنو هو الموروث الثقافي؟ الموروث الثقافي دابا اللي ما شنو هو الموروث الثقافي؟ الموروث الثقافي او الثقافة الشعبية هي كل الاشكال التعبيرية المنطوقة والمخزنة في الذاكرة الشعبية. كيفاش المخزنة في الذاكرة الشعبية؟ يعني جدك وجدك وجدك، ما كنسبش، غير كنقول زعما السلالة الإقليمية، هاد الجدود كاملين كانت عندهم واحد ثقافة معينة، عادة، ولات عندهم عادة من بعد ولينا كنكتسبوها حنا الأجيال الجاية. كاينين بعض الثقافات الشعبية اللي كينقرضوا، كاينين اللي راهم دابا غادي الانقراض، كاينين اللي ما بقاوش كيتسمعوا كاع، وكاينين اللي مازالين محافظين عليهم إلى يومنا هذا. كتشمل واحد الموروث سردي بحالاش مثلا، بحال الحكايات، بحال الخرافات، بحال الحكام والامثال الشعبيه اللي كنشوفوها يوميا. لسنا الثقافه الشعبيه، عرفنا شكون هي الثقافه الشعبيه، اجي اراك نشوفو دابا بوجلود، شكون هو بوجلود. بوجلود اولا بالماون، اولا بويسليخن بولبطاين، بويسليخن بالماون باللغه الامازيغيه، بولبطاين باللغه الشماليه. بوجلود شنو هو التعريف ديال بوجلود؟ بعدا اولا هو صاحب الجلود، يعني جمع جلد. هذاك شنو كيدير؟ كيرتدي التوني ديال التوني تاعنا، والله الا مريض، كيلبس الهضوره ديال الضحيه ديال العيد وكيخرج بها، يعني كيكونوا مجموعه ديال الشباب كيخرجوا بالاهازيج وكيكون واحد الكرنفال، كل شباب كيديروا واحد الكرنفال في قنت اخر، وهاد الشباب هادو كيحاولوا يحيوا هاد التراث ديال بوجلود اللي كيديروا كل عشيه ديال العيد. يعني الناس ديال ميدالت حنايا فاش كتدوز عندنا العشيه ديال العيد ما فيها ما يدار، راه كاينين بعض الشباب اللي كيحيوا بعض الثقافات الشعبيه. بوجلود الاسطوره شنو كتقول؟ خليكم معايا تبعوا القصه. قال لك سيدي واحد السيد كانت تصلي امه، ناض هو لبس داك الجلود ديال الحولي ومشى وبغى يضحك مع الام ديالو، خلاها هي ساجده وجا بغى يخلعها وقال نطي يا شفت فيه، قالت له سير الله يخليك ديما لابس دوك الجلود فوق ظهرك. وكتقول الأسطورة بأنما استجاب الله لدعائها ومبغاوش يمشيو منو دوك الجلود. فاش كنا صغار يمكن دابا شي واحد صغير لكن كيتفرج غادي يثق هادشي اللي قلنا. ولكن انت كإنسان راشد يكون عند العقل ديالك واحد القدرة جبارة لتحليل الكلام، وكتشوف المنطق فيه، وكتعرف بأنما هذه فقط مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة. وكيفاش بدأت إذن بوجلود؟ بوجلود في نظر الكاتب والمخرج السباعي، ثقافة بوجلود هي دخيلة على المجتمع المغربي، وفي نظره بأنما الرومان هما اللي جابوا هذه القضية ديال بوجلود، كانوا كيديروها في أثينا في احتفالات ديونيسيس، كانوا كيجيو مجموعة ديال الممثلين وكيرتديو ديك الأقنعة وكيكونوا معاهم مجموعة من الأطفال كيتبعوهم، وكانوا كيغنيو مجموعة من الأغاني الدينية ديالهم آنذاك. وكاينة قضية أخرى كيقولوها بعض المفكرين الآخرين بأنما هذه القضية ديال دخيلة، فعلا هي دخيلة على المجتمع المغربي، ولكن ماشي من الرومان كيف ما قالنا السباعي، ولكن من إفريقيا، من الثقافة الإفريقية. وإلا لاحظتوا بأن من الأهازيج والطبول اللي كيتداروا في كرنفال بوجلود مشابهة بالثقافة الموسيقية اللي كاينة
الادغال الافريقيه. قبل ما نبدا الحلقه ما ننساش نذكركم بانما تحت الديسكريبسيون القنوات ديال شباب ديال المدينه، قنوات شباب المكتشف نفس الهضره بلا ما نعاود نقولوها. وهذا ما تنساوش خليو لنا قلب حتى حنا الا كنا نستاهلو. بارطاجي المحتوى مع الصديق ديالك، بارطاجي لا فيديو، شوفوا نتمنى يعجبكم، وما تنساوش راكم ديما تشاو.